النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو المؤمنين في القدر لا في النسب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني في النسب، لأن هذا رد على الذين يقولون إن زيد بن حارثة ابن للرسول صلى الله عليه وسلم. الله نفى هذا، لكن ليس معنى هذا أنه ليس أبا لهم في القدر والإجلال. وفي قراءة وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم، في قراءة وهو أبوهم، يعني في القدر والإجلال.